ينضم إلينا دكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. دكتور صلاح أهلا بك، وبداية عن الوضع والمجازر الحاصلة في جباليا، كيف تابعت المجزرة وإصرار الاحتلال على ارتكاب مثل هذه المجازر المروعة؟ بداية صباح الخير لك ولجمهور المشاهدين، والسلام والرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى. هي نداء لكل من يرى هذا اللقاء بضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي الذي تتم في جباليا، نسف مربعات سكنية ببراميل البارود والريبورتات وجرافات تسقط المنازل على رؤوس قاطنيها، أحزمة نارية تشن على مناطق واسعة، منطقة تل الزعتر والفلوجة وغرب جباليا ومناطق أخرى إلى جوار دوار أنصار، مرتكبة جرائم أبشعها ما جرى في منزل عائلة الحواجر التي التقى فيها 33 شهيد ولا زال قرابة 50 تحت الأنقاض ما بين جريح وشهيد، إضافة إلى العشرات ما وثقناه لغاية الآن من قبل الباحثين الذين استطاعوا لملمة بعض الأخبار الأولية، هو أن هناك ما يزيد منذ عصر فقط يوم الجمعة إلى غاية الآن ما يزيد عن 65 شهيدا وصلوا المستشفيات، إلى جوار أكثر من 100 جريح، إضافة إلى أن الأطقم الطبية والدفاع المدني يعجزان عن الدخول لإجلاء الجرحى والشهداء، وجراء توسع العمليات الحربية وإطلاق النار على الأطقم الطبية والإسعافات التي تفتقد إلى الحد الأدنى من المستلزمات الطبية، وخاصة المستشفيات الثلاثة التي أطلقت فيها قوات الاحتلال عبر طائرات الكوتكابتر في محيط مستشفى العودة وفي حتى فضاء مستشفى كمال عدوان، إضافة إلى محاصرة بعض مدارس ومدرسة حفصة والسيطرة عليها من قبل قوات الاحتلال في منطقة الفلوجة. وهناك جرائم بشعة تتم عبر مسح مخيم جباليا عن الخارطة، هذا ما تفعله إسرائيل مستغل انشغال المجتمع الدولي بالحرب على لبنان، وأيضا بعملية اغتيال واستشهاد القائد الكبير يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وهي تمارس انتقام بشع لهدف إفراغ شمال قطاع غزة من سكانه، إضافة إلى أننا رصدنا بعض الوفيات جراء المجاعة والحصار، فهناك أعداد كبيرة من السكان محاصرة في منازلها لليوم 15 على التوالي، تفتقد إلى المياه وتفتقد إلى الغذاء، وبالتالي هي مهددة بالموت عدا عن وفاة عدد من المرضى والجرحى جراء نقص العلاج وانهيار معظم الخدمات الطبية في هذه المستشفيات على عظمة الأطقم الطبية والمسعفين، إلا أنها لا تستطيع أن تعمل إلا بطاقة محدودة جراء ضعف أو نقص عدد الكوادر الطبية وغياب المستلزمات وغياب الوقود. منذ 5 أيام توقفت مولدات هذه المستشفيات عن العمل، وبالتالي هي تعمل وفق مبدأ الطب البدائي. ربما نكون أمام الصباح أمام فصيلة أوسع من الضحايا في داخل مخيم جباليا، لذلك مطلوب التحرك الجاد في هذا المجال، ومع ارتفاع عدد الجرائم الدولية المرتكبة والتي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتأتي في المرحلة الثانية التي أطلقنا عليها مرحلة الإبادة الأكثر بشاعة والأكثر وحشية، طالما استمر صمت العالم وعجزه على مدار عام كامل، إسرائيل تكمل مخططاتها في إفراغ شمال قطاع غزة من السكان وارتكاب المجازر بحق السكان حتى تدمير مربعات سكنية بالبراميل البارود والسكان في داخلها، هي غير مكترثة بأي من مبادئ الإنسانية ولا قواعد القانون الدولي ولا كل التحذيرات الدولية وماضي في مخططاتها. لذلك نداءنا إلى كل حر في هذا العالم، دولا ومنظمات وأيضا مؤسسات مختلفة، بالتحرك العاجل من أجل ضمان رفع الحصار عن شمال قطاع غزة ووقف آلة العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين. أيضا منظمة الصحة العالمية دكتور يعني قالت إن إسرائيل منعت دخول اختصاصيين طبيين يعني كانوا يهدفون لتعزيز الخدمات الطبية في القطاع، إلى أي مدى يشير هذا أو ما دلالة هذا المنع الذي تباشره إسرائيل في منع أيضا دخول الاختصاصيين في مجالات متعددة طبية؟ هذا يعني أن إسرائيل تكرس مبدأ الإبادة الجماعية بكل الطرق، فمن يصاب لن يجد علاجا ولن يجد كادر طبي قادر على التعامل معه، خاصة في ظل ارتفاع أعداد المصابين. عندما ترسل إلى
في وقت واحد ترتكب مجموعة من المجازر، هم يدركون أنهم سيذهبون، هذا من يستطيع طواقم الإسعاف أو الناس إقلاؤه إلى المستشفيات، سيذهب إلى مستشفى كمال عدوان أو مستشفى العودة الذي يستطيع التعامل مع حالتين 10-14، ليس مع 100 حالة و50 حالة و400 حالة في يوم واحد. هذا تعجز عنه الطواقم الطبية، فهناك إصرار، وهذه استراتيجية تبعتها دولة الاحتلال منذ بداية هذه العدوان، رفع أعداد المصابين بشكل كبير بحيث تعجز المستشفيات عن تحمل هذه الطاقة الاستيعابية، مما يعني وفاة أعداد كبيرة من هؤلاء الجرحى نتاج عدم القدرة هؤلاء الأطباء رغم قدرتهم الفعلية والطبية على معالجة هذه الجروح، إلا أنهم يعجزون عن التعامل مع هذا العدد الكبير من الجرحى، وخاصة في ظل تدمير الأجهزة الطبية ونقص المستلزمات الطبية وحتى توفر البدائل التي ابتكرها الأطباء كالكلور وغيرها باستخدامها في عمليات التعقيم، باتت مفقودة وغير متوفرة في داخل المشافي، إضافة إلى التهديد الدائم لهذه المشافي بالإخلاء، وأيضا ما تفعل آلة العدوان هي أيضا تمنع الصحفيين وتمنع إدخال حتى المساعدات الإنسانية، وعندما ضغط المجتمع الدولي في إطار السماح بإدخال المساعدات وجلسة مجلس الأمن والرسالة الأمريكية وغيرها، إسرائيل أشارت إلى أنها أدخلت مساعدات ولكنها أدخلتها إلى مدينة غزة ولم تدخل لغاية الآن أي شاحنة مساعدات إلى شمال القطاع، أي مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا ومنطقة بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا البلد، وهذه المناطق لم يصلها أي من المساعدات. لذلك هناك إصرار إسرائيلي على محاصرة قطاع غزة ومنع دخول الطواقم الطبية أو المستشفيات الميدانية أو الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات أو حتى أي من الاحتياجات. هل هو تنفيذ لخطة الجنرالات دكتور صلاح؟ نعم، هذا ما حضرنا منه منذ أشهر عبر قناتكم. الأمر ليس منذ الآن، منذ 4 شهور ونحن نحذر من خطة إفراغ شمال قطاع غزة التي سميت خطة الجنرالات والتي تطبق على مستويين، إذا نجحت في شمال القطاع ستمتد إلى مدينة غزة ولاحقا ستمتد إلى أجزاء واسعة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، تمهيدا إلى تهجير أكبر عدد ممكن من السكان من قطاع غزة. هذه الخطة الأكثر بشاعة والتي تقوم على فكرة محاصرة سكان الشمال بالكامل وارتكاب المجازر والطلب من سكانها إخلائها ولمدة أسبوع، ومن لم يبقى يتم التعامل معه باعتباره مقاتل. هذا في تخلي تام عن كل مبادئ الإنسانية وفي وحشية مقيتة لا يمكن قبولها، ولا يمكن إلا حالة العجز أن تسمح لها بالاستمرار في هذا المجال. ونحن قلنا أن هذا العدو لا يمكن لجمه إلا بتدخل دولي صارم عبر القوى الجبرية وعبر فرض العقوبات وقطع العلاقات مع دولة الاحتلال، ومن العار بقاء هذه العلاقات عربيا أو دوليا مع هذا الاحتلال، ومطلوب تحرك جاد من أجل ضمان أيضا تدفق المساعدات الإنسانية ورفض شمال قطاع غزة بكل مستلزمات وسبل الحياة ووقف جريمة الإبادة الأكثر بشاعة في شمال القطاع، وإلا سنكون أمام تغير ديموغرافي يهدف إلى تعميق توسيع دولة أو ضم تدريجي لأراضي قطاع غزة وتوسيع دولة إسرائيل على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 67، وهذا سيحدث تغيراً في اتجاه تعميق الاحتلال لقطاع غزة وضمان السيطرة على هذه الأراضي دون سكان. شكراً لك دكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد.